المشاهد تحديدا مصر سين كمال مع غاده او مع عبير او مع كل الممثلات اللي كانوا في الفيلم. الحقيقه انا كنت بستمتع وانا بشتغل معاها. يعني الاداء العالي للجميع طبعًا. يأثر في الجميع يخليه يأدي بشكل افضل. هارموني، مفيش حاجه اسمها يعني دايما يقول لك ايه ايهاب كان كويس، لا ايهاب مش كويس، ده فلان كويس، لا كلنا بنشتغل منظومه واحده. طبعا بيقود الحكايه دي اسماعيل فاروق. الحقيقه اسماعيل فاروق انا بحبه جدا كمخرج، لان انا اشتغلت معاه في الأشاش، وده تاني فيلم لي، وانا بستمتع في شغله. وهو هينضم الينا بعد قليل طبعًا. انا ومخرج، وده شرف لينا كلنا ان احنا نبقى شغالين فيلم ده. وانا بشكر الحقيقه يعني انا كل زملائي، وتحديدا غاده. انا بقول غاده وشها حلو على الممثلين اللي معاها الحمد لله. وانا حتى لسه كنا في الخنكه في التصوير في المسلسل، مش الخنكه الحقيقيه، المسلسل اسمه المسلسل فانا الحقيقه يعني اساعدتني برايها، وفعلا قلت لها انا عامل يعني دور هايل. بسم الله ما شاء الله عامل دور هايل يا حبيبتي يا غادة. والله كل الفيلم